اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما اتكلم عن اخبار النادي الاهلي، كلمنا مصدر مهم الحقيقه من لجنه الحكام، وقال لي ان خلال الفتره القادمه هيكون في 18 حكم صفاره هيكونوا متواجدين او هيتم تدريبهم خلال الفتره القادمه ليكونوا متواجدين مع ال 20 او ال 21 حكم اللي موجودين دلوقتي، وايضا 23 حكم رايه هيتم تدريبهم برضو عشان يكونوا متواجدين خلال الفتره القادمه، واربع حكمات صفاره هيكونوا متواجدين برضو خلال الفتره القادمه. المصدر اللي بيكلمني قال لي ان لجنه الحكام تبذل اقصى جهد علشان تصل بالحكام لاقصى شكل وافضل شكل ممكن خلال الفتره القادمه. ببقى سعيد جدا الحقيقه لما بيجي لنا رد ورد سريع على ما نقوله، ولكن بالمناسبه اعلنت لجنه الحكام الحقيقه عن مباراه غدا، مباراه الزمالك والاتحاد السكندري، ان الكابتن البنا هيكون حكما للساحه في هذه المباراه، وكابتن محمد عادل سيكون حكما للفار في هذه المباراه. الاثنين طبعا حكام كبار وحكام مهمين، ولكن على الجانب الاخر مباراة الأهلي والإسماعيلي ده مستوى جيد جدا، الكابتن البنا والكابتن محمد عادل مستوى جيد جدا من الحكام لمباراة الأهلي، أنا آسف، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري. طيب مباراة الأهلي بقى والإسماعيلي يجب أن يكون نفس المستوى، عايزين حكام بنفس المستوى وبنفس الشكل، وأنا متأكد أن لجنة الحكام هتضع الحكام المناسبين لهذه المباراة الهامة جدا، الأهلي والإسماعيلي. الأهلي والإسماعيلي هو ديربي مصر كلها بتنتظره، بننتظر نشوف نادي الأهلي هيعمل ايه في مثل هذه المباريات، موسيماني هيعمل ايه في مثل هذه المباريات، النادي الإسماعيلي بقيمته وباسمه الكبير هيعمل ايه في مثل هذه المباريات. والنهارده في الجزء الأخير هوري حضراتكم النادي الإسماعيلي ما قبل كابتن إيهاب جلال وما بعد كابتن إيهاب جلال، لأنه في تطور ملحوظ الحقيقة في النادي الإسماعيلي. الأهلي عنده مباريات صعبة جدا، وبالتالي كل ما نحتاجه هو العدالة في كل شيء، العدالة في تنظيم المباريات، العدالة في التحكيم. في الآخر ننتظر بقى النتيجة، النتيجة دي بتاعت ربنا ولا نعرفها ولا غير يعرفها. فبكرة كابتن البنا كابتن البنا حكما للساحة في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، وكابتن محمد عادل حكما للفار في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري. نتمنى حكام على نفس المستوى، حكام دوليين لهم أسماء كبيرة جدا، سواء حكم للساحة أو حكم للفار، لأن حكم الفار هو اللي بيروح له كل المواضيع أو كل الحالات الجدلية وبيتخذ فيها قرار مع حكم الساحة. فبالتالي لازم اتنين حكام يكونوا تقال ولعبوا مباريات أهلي أو زمالك أو إسماعيلي قبل كده، ده اللي احنا بنتمناه. وفي النهاية الدوري معروف لمين؟ عند ربنا طبعا معروف لمين. انا شخصيا اتمنى النادي الاهلي هو اللي ياخد الدوري، ولكن خلال الست مباريات القادمه لا نريد اخطاء.